تحتفل محافظة مصر بعيد القيامة المجيد، حيث سادت حالة من السعادة بين الجميع، وتبادل المصريون الزيارات والتهاني، كما أجرأ المحافظون جولات لتهنئة الأقباط بالعيد، مؤكدين أنه عيد لكل المصريين. وسط أجواء من الفرحة والبهجة والأخوة، احتفلت كنائس الجمهورية بعيد القيامة المجيد. السنة دي بيتميز إن الصوم الكبير كان متلازم مع صوم رمضان، ودي حاجة كويسة وحاجة بتخلينا دايما نتذكر إن احنا شعب واحد وشعب محب لربنا. مش غريب على الشعب المصري أبدا إن احنا نحتفل سويا، وخصوصا الأسبوع القادم إن شاء الله أنا احتفل بعيد الفطر المبارك، ونلتقي سويا مرة تانية بنفس الروح، روح المحبة، روح الفرح، روح السلام، روح الإخوة الحقيقية. أصوات الترانيم والصلوات ملأت الأجواء واختلطت بالدعوات لمصر وشعبها، لتؤكد دائما وأبدا عمق علاقات الأخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطني الواحد الذي كان وما زال قائما منذ القدم. سنة مميزة أن احنا كمصريين صمنا مع بعض الصوم الكبير وصوم شهر رمضان، وفي خلال أيام متقاربة بنحتفل بعيد القيامة، وبعديه بأيام قليلة نحتفل بعيد الفطر. ربنا يجعل كل أيام مصر بخير وأعياد وأيام مفرحة على الجميع. الكنيسة مليانة والدنيا أمن، بس طبعا في إجراءات احترازية عشان الظروف اللي احنا فيها. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصر كلها بخير. نتمنى ان احنا تكون أيامنا كلها أفراح وأعياد مجيدة. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا كلنا وعلى الإخوة المسلمين والإخوة المسيحيين، وإن شاء الله يا رب دايما مصر كده تكون بخير تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن شاء الله أيامنا كلها تبقى أعياد. وأقيمت صلوات قداس العيد وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وبحضور من المواطنين، بالإضافة لحضور عدد من قيادات الدولة والمسؤولين.